تجمع بين حداثة المكان وأصالة التصميم لتحاكي الماضي بطرق مختلفة، ففي الزوايا والممرات والتفاصيل الخاصة حكايات عديدة ترويها لنا فنادق سوق واقف بوتيك. نبعت فكرة فنادق سوق واقف اللي هي بوتيك، فنادقنا من 14 غرفة إلى 37، ففيها تميز بالخصوصية الكاملة، فيها تميز بفئة الخمس نجوم الفاخرة، بداية من عندنا فنادق مثل المرقاب، المشارب، النجادة، الجسرة اللي نحن موجودين فيه، روميلا، وكل فندق له طابع معين، الطابع اللي شفناه في الجسرة، الفخامة الزائدة والإكسكلوسيفيتي اللي يسموها الخصوصية الكاملة. تجسد فنادق سوق واقف طابع الضيافة العربية الأصيلة الممزوجة بالتصاميم العصرية الراقية، وبفضل موقعها المتميز في قلب سوق واقف النابض ساهمت فنادق سوق واقف في دعم المجتمع بصفتها شريكا رسميا لجميع المهرجانات التي يستضيفها السوق خلال العام. تتيح فنادق سوق واقف للضيوف اختبار أصالة التراث الثقافي لسوق واقف، وتتجسد أقصى درجات الأناقة والتصميم الفريد في الفنادق الثمانية. أضفنا على الجمال الموجود في فندق أو فنادق سوق واقف فكرة الزورق اللي هو من التراث القطري البحت، عبارة عن زورقين بيعملوا رحلات يومية بالمجان لضيوف الفندق، رحلة صباحية ورحلة في العصر. تقف دولة قطر على أعتاب نهضة لافتة في قطاع الضيافة، فهي اليوم وجة عالمية رائدة للإقامة الفندقية الفاخرة والمعالم الثقافية والمرافق والخدمات الممتازة، وتفخر فنادق سوق واقف بمساهمتها في تعزيز السياحة الثقافية ضمن قطاع الضيافة الفاخرة القطري الذي تفوق على نظرائه في العديد من مناطق العالم. المؤسسة العامة للحي الثقافي هي طبعاً ليست جديدة الفكرة، وإنما هي الفكرة بدأت في 1999، ثم تطورت هذه الفكرة 2004، بدأت البنية التحتية ما بين 2005 و2006. الافتتاح الرسمي كان للمؤسسة العامة للحي الثقافي طبعاً في 2010، لكن هذه الفكرة جاءت من القيادة طبعاً والمسؤولين المهتمين بمثل هذا النوع من التراث، والحمد لله يعني نجحنا لله الحمد في إنشاء هذه المؤسسة، والآن هي تعتبر من أضخم المؤسسات الثقافية في الوطن العربي. المؤسسة العامة للحي الثقافي تحتوي على كل أنواع الفنون وأنواع والجوانب المهتمة بالتراث القطري والخليجي وحتى الإقليمي، فالمؤسسة هي حاضنة لجميع الثقافات. ولكن نبتدأ بالمبنى 13 هنا طبعاً في الخلف، هذا المبنى تابع للفنون التشكيلية، عندنا أيضا هناك جمعية للفنون البصرية، وعندنا جمعية للفنون التصوير الضوئي، وعندنا أيضا هذه بالنسبة للفنون متعلقة بالرسم والأمور، وعندنا استوديوهات كثيرة، عندنا طبعا في الخلف المسرح المكشوف، هذا يعتبر من أهم المنشآت والذي أصبح يعني كمسرح التحفة في منطقة الخليج، ويقام على هذا المسرح طبعا الفعاليات
الكبيرة والفعاليات التي تستاهل يعني أنها تقام في مثل المسارح المكشوفة. أيضا لدينا الدراما ولدينا مسرح الأوبرا، وتقام على هذه المسارح طبعا فعاليات عالمية ودولية. لدينا أيضا جمعيات كثيرة تهتم وتعنى بالتراث، جمعية القناص، وعندنا بطولة القلائل، وعندنا مهرجان كبير يسمى مهرجان حلال قطر، أيضا هذا مهرجان يهتم بالتراث. وعندنا أيضا أكبر مهرجان تقريبا في العالم للمحامل التقليدية. فهذا المهرجان مهتمين فيه معظم دول الخليج ويشاركون فيه كل سنة، وإن شاء الله هالسنة بيشاركون احتمال دول غير خليجية لكبر وأهمية هذا المهرجان. مهرجان المحامل هذا طبعا يستقطب على الأقل نصف مليون في المهرجان. حلال قطر يعني من ربع مليون إلى 3 مليون دائما يعني يحضرون هذا المهرجان. مهرجانات أخرى أيضا، اليوم الوطني، اليوم الرياضي، هناك فعاليات عديدة طبعا موجودة في المؤسسة العامة للحيثغي، وتكون فعاليات أيضا ما نكررها بعض الفعاليات، بس هذه فعاليات ثابتة دائما موجودة، لكن في فعاليات جديدة تكون موجودة طول يعني كل سنة احنا نجدد ونعمل فعاليات جديدة. أتوقع يعني البلازا إن شاء الله بعد افتتاح كتارا بلازا سوف طبعا بيكون هذا جاذب كبير للزوار، لأن هذا مول كبير ويحتوي على يعني علامات تجارية متميزة. أيضا عندك كتارك نادي الصحي اللي على الشاطئ، هي يعتبر من أكبر النوادي الصحية طبعا في المنطقة، ومجهز بطريقة ممتازة، ممكن الاطلاع عليه وعلى شاطئ قطر، على شاطئ كتارة آسف. فهذا أيضا ممكن أنه يجذب يعني عدد كبير من المحليين القطريين طبعا، لأنه بيكون هناك اشتراك يعني بالنسبة للنادي. لكن هذه بالنسبة للمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة طبعا مرحلة تلال كتارة. تلال كتارة طبعا هذه بتكون هناك تقريبا يعني 270 فيلا فوق التلال، كلها بتكون متعلقة وتعنى بالثقافة والتراث، فأيضا جاذب يعني في المرحلة القادمة. وأيضا المرحلة اللي بعد سوف تكون هناك فنادق وسوف تكون هناك منتجعات في منطقة الجنوب، وهذه كلها إن شاء الله بتكون مدينة متكاملة إن شاء الله. مركز قطر أسس في 2011 طبعا تحت توجيهات سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير بلاد فدة السابق، وتولي حاليا سماحة سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند. كان عندهم وجهة لجعل قطر في الخريطة، مش بس في الخليج لكن في العالم كأجمع، للتوعية وتأسيس المعارض العالمية والأشياء الترفيهية للأسر والأشخاص والأفراد والشركات والمعارض المحلية اللي تتم. تم في مؤتمر البترول 20، هذا أول ما تم في 2011، وبعدها كعدة معارض مثل مؤتمر اليون United Nations ومعارض أخرى. طبعا تخريجات اللي قامت فيها جامعة قطر فونديشن، جامعات المختلفة كويذر كورنيل، تكساس يونيفرسيتي، عدة جامعات، وهذا كله برشادات معالي صاحب سمو الشيخ موزة بن ناصر المسند. السياحة طبعا شيء مهم لنا، لأن ليش؟ هذا الشيء جميل، منها الدول الأجنبية تعرف عن قطر وميزات قطر، قطر ترحب في جميع ضيوفها دائماً. جيل المستقبل هي نظرة ندعم الجيل
الأشياء التوعوية مثل ويش وايز الفكري والطبي للجيل القادم، جيل قطر القادم اللي هم الطلاب الحاليين، يكونوا طلاب ثانوية، طلاب جامعة، للتوعية، دكاترة في المستشفيات، دورات توعية. طبعاً يمتد تاريخ سوق واقف لأكثر من 200 سنة ماضية. هذا السوق تطور شيئاً فشيئاً عبر هذا التاريخ الممتد، وسمي بسوق واقف لكون الناس كان في السابق أو في الماضي حينما بدأ البيع والشراء في هذا المكان كانوا يقفون على جانب الطريق لبيع والشراء وهم واقفين، وكان أيضاً من يجؤون إلى هذا السوق يأخذون بضاعتهم وهم على عجل، فسمي من هذا المنطلق بسوق واقف، أو مثل ما قلنا أن السوق يمتد على تاريخ 200 عام كانت حافلة بتطور، وإلى أن جاء عام 2004 وأعيد ترميم هذا السوق بشكله الحالي الذي يراه الناس اليوم. طبعاً بني السوق من الطين في البداية ومن الخشب، وظل على هذا الحال إلى حتى بداية التسعينات مع انتشار المجمعات التجارية الحديثة. ارتاء المسؤولون في الدولة أن هذا السوق سيفقد أهميته التاريخية والحضارية، ولذلك أعيد ترميمه في 2004 حينما تعرض جزء منه إلى حريق وهو في منتصف، وكاد أن يفقد هذا السوق مكانته لدى القطريين بالذات الذين يرون فيه عمق تاريخي وحضاري وتراثي بالنسبة لهم. ولذلك الدولة تبنت إعادة ترميم السوق بكافة أجزائه وأضافت إليه بعض الأمور، ولكنها لم تخل يعني ببنيته الأساسية، بحيث حافظ على زواياه وعلى ممراته وحافظ على شكله القديم حتى من ناحية المعمارية. طبعاً الناس في كل أنحاء العالم دائماً يقصدون الأماكن التاريخية والتراثية ليتعرفوا منها على تراث البلد وحالته في الماضي، والسوق واقف يمثل تراث قطري وحضاري مهم بالنسبة للدولة، كونه يعطي نكهة الماضي الجميل لدولة قطر. طبعاً السوق مقسم إلى أجزاء تباع فيها البضائع، وأيضاً هناك أضيفت إليه كثير من الزوايا والأركان مثل سوق الطيور، ومثل أيضاً المطاعم التي انتشرت على ممراته على جوانب السوق والكوفي شوبات. أيضاً هناك مركز الحرف الذي نقف فيه الآن، وهذا المركز أعيد إنشاؤه مجدداً، وأيضاً بجانبه سوق الذهب الذي كان يباع فيه الذهب في الماضي، وأعيد أيضاً تسميمه وترميمه ليكون سوقاً للذهب مجدداً. هذا مركز الحرف أيضاً يضم الكثير من الحرف التي تمارس بشكل حي أمام الجمهور، ويأتي الزائر أو المتسوق ليرى بعينه كيف كانت تؤدى هذه الأشغال اليدوية في الماضي. أيضاً هناك افتتح مركز لبيع الصقور، وأيضاً مستشفى عالمي لمعالجة الصقور. هناك أيضاً الفنادق، وصل عددها الآن إلى حوالي 8 فنادق في سوق واقف، أعيد ترميم بعض المباني القديمة وإعادتها وتأهيلها لتكون فنادق حضارية ذات 5 نجوم. هناك أيضاً مسرح في قلب سوق واقف ومسرح الريان تقام عليه بعض الفعاليات، ونحن لدينا مواسم
كثيرة لتنشيط السياحة في سوق واقف، تقام فيها فعاليات متعددة. هناك عندنا لدينا الأعياد، تقام فيها احتفالات عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. أيضا هناك مهرجان الربيع ومهرجان منتصف أو إجازة أبريل التي تتزامن مع إجازة المدارس في منتصف الكورس الثاني. طبعا قضية السلع التجارية التي متواجدة في سوق واقف، سواء كانت تجارية عادية مثل الخلق والهذي، هي موجودة في كل الأسواق، ولكنها يمكن أن تكون يعني في سوق واقف بأسعار مناسبة كونه سوق شعبي. أيضا هناك سوق للبهارات وسوق للطب الشعبي مثلا، أو نقول وهناك مركز للحجامة وكثير من الأشياء التراثية المتواجدة في سوق واقف لا يمكن أن نجدها في مكان آخر في الدوحة. ولكن هناك بعض المحلات لديهم اجتهاد، ولكن هذا السوق متخصص في هذه الأشياء وتبقى له نكهة الطاب الشعبية الخاصة. هناك الأكلات الشعبية المتواجدة أيضا والمنتشرة في سوق واقف، هناك المطاعم متعددة الجنسيات، ولذلك السائح حينما يأتي من أي دولة أجنبية فمقصده دائما يكون هذا السوق للاستطلاع لأخذ فكرة عامة عن ماضي قطر. أيضا المواطنين يحرصون وخاصة كبار السن أنهم يأتون إلى هذا المكان لتبادل الأحاديث ولإستعادة ذكرياتهم القديمة. أيضا مثل ما قلنا الفعاليات تنشط هذا، وهناك زائرين من دول مجلس التعاون يأتون إلى هذا السوق بكثافة. في عيد الفطر الماضي كان لدينا ما يقارب 460 ألف زائر خلال فترة العيد، وهذا يعتبر رقم قياسي بالنسبة لسوق يعني يستقبل السائحين وهو معلم سياحي وفعلا أصبح قبلة السياحة في قطر. طبعا سوق واقف دائما في تطور مستمر، وهناك أيضا تجديد كل سنة، ومن عام إلى عام هناك توسع في السوق، سواء كان من حيث البنية التحتية، من حيث إضافة الفنادق، وأيضا إن شاء الله ستكون هناك يعني ارتباط مع بأنفاق مع مشروع مشارب التجاري ومشروع ضخم يعني ويشكل قلب الدوحة. أيضا سوق النجايدة يعاد أيضا ترميمه وسيكون مرتبط أيضا بسوق واقف، فهناك الكثير من الأشياء والمفاجآت القادمة. أيضا إذاعة صوت الريان لديها جلسات وسمرات أسبوعية تقيمها لتنشيط السياحة في هذا السوق، وهناك فرق شعبية دائما تؤدي الفنون الشعبية القطرية تتجول في أرجاء السوق المختلفة. المتحف الفن الإسلامي مو قديم وايد، فتح في 2008 يعني من 7 سنين. أنا أعتبره نوعا ما حديث، بس بإنجازاته وتطوره خلال هالفترة كانت كبيرة جدا. اختير اسم المتحف متحف الفن الإسلامي لأن جميع القطع المعروضة هي من العالم الإسلامي اللي تمتد من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر، والعالم الإسلامي هو يمتد من أسبانيا لحد الهند. أختار موقع متحف فن الإسلامي أنه هو ينبنى في نص البحر في جزيرة اصطناعية، علشان مع الوقت ما يكون في مباني تغطي على مبنى المتحف. نقوم بتغيير القطاع كل 6 شهور، بس مو كل القطاع اللي فيها مواد عضوية نفس المخطوطات أو السجاد، لأن إذا تمت القطعة معروضة لفترة طويلة ممكن أن الإضاءة تأثر على القطعة، من حيث ألوان القطعة ممكن أن تختفي شوية. خلال 7 سنين منذ افتتاح المتحف كان في تطور كبير. في المرحلة الأولى طبعاً كان عندنا افتتاح قاعات العرض الدائمة في الطابق الثاني والثالث في المتحف، وبعدها افتتحنا جناح التعليمي اللي في المكتبة واللي تضم كتب عن تتكلم عن الفن الإسلامي والفن والمتاحف بشكل عام، والجناح التعليمي ينظم ورشات تعليمية وندوات، وبعدها افتتحنا حديقة المتحف.
يعتبر متحف فن الإسلامي من أهم اللاند ماركس في الدوحة، وعلى أن يعني الزوار يزورونها. مثلاً عندك في المطار إذا في زائر ترانزيت وعنده أكثر من 5 ساعات في الجدول، معروض أنه يعني المتحف هو من أحد الأماكن اللي يزورونها. وإحنا وايد يجونا سياح من جميع أنحاء العالم يزورون المتحف، وطبعاً المتحف له أهمية أنه هو يعرض تاريخ الفن الإسلامي والثقافات والحضارات اللي في العالم الإسلامي. أشوف المتحف فن الإسلامي متطور بحد ذاته، لأنه هو يجذب زوار من اهتمامات مختلفة. مثلاً عندنا الحديقة والكافيه والمطعم والجيفت شوب، وكل هاي يعني الزوار اللي عندهم اهتمامات مختلفة يزورونه. فإحنا نحاول من خلال الأنشطة اللي ننظمها في الحديقة أو في الجناح التعليمي أن نجذب الزوار أن يجون ويزورون المتحف أو المعارض اللي نعرضها، علشان يعني في المستقبل راح يكون عندهم اهتمامات في المتاحف والفن، على أساس أن في المستقبل إذا نظمنا أي فعالية ثانية أو معرض يزورونه مرة ثانية. وإحنا نفس ما نسميهم هم الريبيتد فيزيترز أو الفريكوينت فيزيترز، لأن دائما يحرصون على زيارة برامجنا ومعارضنا. السنة الجاية احنا عندنا برنامج متنوع قاعدين ننظمه في المتحف الإسلامي، ومنها معرض متعلق بالسجاد. قلعة الزبارة انشأت عام 1938 لحماية الجزء الشمالي الغربي لدولة قطر، وقد أمر بإنشائها الشيخ عبد الله بن قاسم الثاني رحمه الله. تتميز القلعة بثلاث حصون دائرية زاد حصن مستطيل، وسورها اللي يستخدم للدفاع عن الجهة الشمالية الغربية من الدولة. بعض المقتنيات الأثرية اللي تم العثور عليها بعد الرحلات الاستكشافية أو التنقيب عنها، وتم العثور على بعض المقتنيات وبين أهمية الزبارة المدينة أو القلعة في التعاون أو التبادل التجاري بين أكثر من مكان وأكثر من دولة. هذا أكبر دليل على الأهمية الأثرية اللي احتلتها الزبارة بالنسبة لدولة قطر. تحتل الزبارة أهمية كبيرة للسواح الزائرين لدولة قطر. يوصل عدد السواح خصوصا في فصل الشتاء خلال شهر واحد أكثر من 3000 سائح، وهذا أكبر دليل على الأهمية التراثية للزبارة في دولة قطر. تم تحديد مسار معين للزوار مع وجود باركنج للسيارات، ومع وجود بعض المرشدين السياحيين اللي ممكن انهم يفهمون الزوار على طبيعة المدينة، مدينة الزبارة. هناك رحلات مدرسية تقوم فيها المدارس بالتعاون مع هيئة المتاحف لحضور طلاب وطالبات المدارس، تعليم الطلاب على آثار ديرتنا أو بلادنا قطر. حنا حالياً واقفين على السور الخارجي لمدينة الزبارة مع وجود 22 حصن للمدينة،
لحماية مدينة الزبارة من العدوان. عدد السكان التقريبي لمدينة الزبارة حوالي 8000 نسمة. اشتهرت بصيد اللؤلؤ والتبادل التجاري بين الدول، بين دول مثل الصين وإيران والهند، وساعدت عدم دفع الضرائب على الناس استقطاب عدد كبير من الدول المجاورة. تم انضمام مدينة الزبارة لمنظمة التراث العالمي عام 2013 لأهميتها الجغرافية وأهميتها الأثرية، وهذا أكبر فخر لكل قطري عايش في هذه البلاد.